كان شارع عدلي وسط البلد مصنع بابل. أبو العينين بدأ القصة في ورشة وقت ما كان عامل الأحذية صنع إيديهم، إتقان وجودة مفيش منهم، رؤساء وشخصيات عامة ومشهورين من زباينهم، وكله من جلد طبيعي والخامة مش محتاجة ضمان، وعشان كده لسه مكمل من الخمسينات ولحد الآن. صباح الخير يا أمين بيه. صباح النور يا فندم. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيبة، أهلا وسهلا، شرفتونا. الله يخليك، أنتوا مكانكوا جميل وإحنا فرحانين قوي إن جينا لكم. ربنا يكرمك، الله يخليك يا فندم. أمين بيه أبو العينين، حضرتك وعائلتك في المحل المشهور جدا بابل ده. أيوه. بقالكوا كام سنة في المكان ده؟ إحنا الحمد لله بقالنا حوالي 70 سنة في المكان ده. في نفس المكان؟ في نفس المكان. وإنتوا فتحتوا المحل ده إحنا من ساعتها؟ من زمان. يعني إحنا كأمينة كعائلة أبو العينين في مهنة الأحذية دي من سنة 36. ياه. إنما المصنع فتح هنا سنة 52. 36 ده جد حضرتك؟ ده والدي الله يرحمه. والدك على طول؟ والدي. فتح والدي المصنع سنة 36. وجدي كان شغال في نفس المهنة برضه. جدك كان شغال؟ كان شغال في نفس المهنة. أيوه. بس والدي بقى فتح المصنع ده من تقريبا من سنة 48، وجينا بقى هنا سنة 52. الزباين كلها كان ليها قوالب على رجليها؟ كل زبون كان له قالب اتشال عندي. متشال عند حضرتك؟ بالتليفون يكلمني يقول انا عايز الحذاء اللي انا عملته قبل كده، اعمل لي لون كذا، فصل لي كذا، او موديلات جديده. كل الموديلات اللي هو عايزها. وكنتوا تجيبوا الموديلات مثلا من الكتالوجات يا امين بيه ولا من كل من الكتالوجات الايطالي؟ اغلبيتها كانت كتالوجات تلياني وينقوا منها. فكنا شغالين في التفصيل رجال وحريمي، كله كان جلد طبيعي. وبس انتوا ما زلتوا دلوقتي جلد طبيعي؟ زي ما هو جلد طبيعي طبعا. مين من الاسماء تذكرهم اللي كانوا بيفصلوا جزم عندك؟ مديحة يسري ومديحة سالم كانوا بيفصلوا عندنا، يجيبوا الموديل وين؟ نعمل عليه احنا شغل بقى، نقول الموديل ده بتاع مديحة سالم وتسموه كده. صح. الموديل صح. صح. فالتفصيل كان عندنا ده اساسي. طبعا مع التطور بقى وما فيش لحدش عنده وقت، عملنا قسم جاهز. عملتوا قسم جاهز؟ قسم جاهز. برضه لراحة الأدم، يعني كل القوالب اللي أنا عندي، القوالب اللي أنا بجيبها قوالب كده بجيبها من ألمانيا وإيطاليا. أنت النهاردة يا أمين بيه، أنتوا كام أخ وأخت من 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 عيلة أبو العينين لسه موجودين في البيزنس؟ إحنا الحمد لله دلوقتي إحنا 4 موجودين في عيلة أبو العينين. قبل كده كان في 6، وطبعاً 2 توفوا ووالدي توفى. إحنا بنكمل المشوار بقى. مين شغال غير حضرتك؟ أمين أبو العينين وخالد. أيوه. وعلاء ابو العينين اللي هو صلاح، ومحمود علاء اللي هو صلاح. اللي هو صلاح ماشي. ومحمود ابو العينين بقى. زباينكم يا امين بيه هم تقريبا استمراريه لزباين زمان ولا زباين جديده بتوع وسط البلد؟ لا والله استمراريه للزباين القديمه. استمراريه. انما الجديد دوت بيبقى صعب شويه، لان هو مش عارف نوعيه الشغل هيبقى شكله ايه، لانه عايز يعمل ستايل مش عارف هو هيطلع حلو ولا لا. مش عاجباك ولا الفكره بالظبط كده؟ بس بيجي لي ناس جديده دلوقتي الحمد لله عايزين يفصلوا جزم مخصوص او جزم كلاسيكيه بالزبط. ولا مبسوطين من الموديلات بتاعتك؟ لا هم مبسوطين من الموديلات اللي عندي. موديلاتكم الرجالي كلاسيكيه شياكه جدا جدا. موديلاتكم الحريمي انا حاسه انها قالب شيك بس كلاسيك. مريح. ايوه ما انا بقول لحضرتك احنا بنعمل لراحه الادم بقى. هينفع يا امين بيه لما نخش المحل تعرفني على مين من اللي شغالين، مين من الاخوات؟ طبعا اوري لك حضرتك مين كل اللي بيشتغلوا جوه. من اول التصميم خالص، من اول الفكره بتجي لكم ازاي، وتوريني اوضه القوالب. ماشي. صح. عايز اعرف ده. كل حاجه عن المكان الرائع ده. صباح الخير يا صباح النور. زي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. انا كويسه. زي حضرتك؟ اهلا وسهلا. صلاح بيه انت الاخ رقم كام في الترتيب الاخوه بين الاخوه ابو العينين؟ الرابع. انت عندك كام صنايعي انت بتبشر؟ حوالي من 12 ل 15 عامل. عندكم من زمان العمال دول يا صلاح؟ من زمان، وكان في عمال قبليهم بقى، وطبعا اتغيروا طبعا. بس الصناعيه انا شايفاهم من حواليا شكلهم هنا من زمان. من مده. انا عندي صناعي بقى له من 40 سنه مثلا، 50 سنه، وفي صناعي بقى له 30 سنه. اصغر واحد عندي بقى له حوالي 15 سنه. وهل بيختلف يعني مثلا اللي طول عمره مثلا بيعمل وش هيقعد طول عمره يعمل وش ولا متخصص في حاجه؟ متخصص. كل صناعي مكتفي بشغلته طول عمره يفضل كده. اللي بيفصل واللي بيتشد الجزمه صناعي لوحده،
واللي بيلزق النعل والكعب بيلزق صنايع الواحد كل حاجه متخصصه. مفيش اسكافي كده يعرف يعمل جزمه من الف للياء. من مده من ايام والدي كان بيعمل الجزمه صح؟ زي ما بيقولوا قايم نايم من اولها لاخرها. قايم شد الشد الجزمه، لكن الوش كده ليها صنايع تاني والتفصيل ليه وش تاني. لكن الجزماجي كان ممكن ياخد الجزمه يشدها على القالب ويخلصها لغايه ما تخش العلبه. طب انت عشان انت صاحب عمل، هل في اختلاف في اسلوب الاداره بتاعتك ان انت صاحب الشغل من انك حد في مدير عادي لا او صنايعي في السوق؟ لا هنا كلنا اسره واحده هنا كلها. يعني في صناعيه هنا اكبر منك سنا؟ اه في الاستاذ سمير سفين. ده من ايام والدي، وكان والده برضه شغال مع والدي. والده كان شغال ومكمل معايا. وفي الاستاذ جمعه برضه كان مع والدي. طيب احنا مش هنعرف نتعرف على كل المراحل عشان هي كتير جدا، بس ينفع تفرجني اول مرحله مثلا بتتعمل ازاي؟ اللي هو التفصيل ده، تفصيل الوش. طيب يتقطع كده وريني ازاي؟ يعني دي صعبه قوي دي. ما هي دي اتعملت، دي اتجمعت بقى. دي اتجمعت، كانت وش الاول قبل كده، قبل ما تشد كده وتتغير. بس دي جزمه وينج تيبس، يعني دي موديل تاني. ده موديل تاني. ودي جزمه باني مش باني لوفر. ده الكولج ده. كولج لكن بيتفصل هنا الاول ونروح مرحلة متقطع كده، ونروح مرحلة اللي هو يتخيط في الوش. ودي تبقى المارك اللي انت لا دي الاسطمبة. اسطمبة ايوه انا قصدي جنب دي الاسطمبة دي كده، دي اسطمبة هنا اهو، ده جنب دي ودي كده اهو. فاللي بيطلع باترون الجزمة الاول بيرسمها على ورقة وبعدين يعمل لها اسطمبة. لازم على القالب، من غير القالب ما ينفعش ولا ينفع بحاجة. يرسم على القالب. لازم يرسم على القالب ويطلع وبعدين يكملوا بقى. وبعدين في صناعي تاني بقى يحول الباترون ده لاسطمبه. بالظبط بالظبط. وبعدين انت تمسك بقى الاسطمبه دي تقص بيها على الجلد. تقص بيها دي كده. حد هيقص ماشي. الله دي كده، دي الاسطمبه تاني، ده موديل تاني. بس دي انا حاسه القالب ده صعب قوي، انا ما كنتش متخيله ان في مصنع مصري بيعمل الكولج ده. الحمد لله. الحمد لله. والمرحله التانيه ايه؟ المرحلة التانية بعد القص بيتقطع الوش بيروح للشغل اللي هو المكانجي اللي بيخيط اللي يطلع الوش كده اللي يقفله كأنه بالظبط جزمة بس من غير من غير نعل. بعد كده بتروح على القص سمير اللي هو اللي بيشد الجزمة كده. كده فهمت. يعني أول حاجة بنرسم الجزمة، تاني حاجة بنعمل عليها التفصيل، بعدين بقص الجلد بالظبط، بعدين المكانجي بيفصلها كأنها جزمة، بعدين في بقى قسطة الجزماجي بقى لازم لازم يشدها. طيب أنت قلت في مراحل، أنا بقى هتكل دلوقتي على المرحلة اللي بعد كده نشوف إيه بقية الجزمة. اتفضلي. خلاص شكرا جزيلا. وسط البلد من أجمل وأعرق المناطق في مصر، اللي يتمشى في شوارعها بيشعر إنه في عاصمة قديمة بميادينها الواسعة وعمارتها الكبيرة الفخمة. لكن وسط البلد طول عمرها أحلى سوق تجاري، محلات كتيرة وكبيرة بتبيع كل حاجة في الدنيا خصوصاً الملابس. كان زمان محلات القطاع العام زي الصالون الأخضر وشيكورال هي المحلات اللي الناس بتقصدها، لكن دلوقتي بوتيكات وسط البلد الصغيرة أو الكبيرة هي دي الأماكن اللي الناس بتروحها عشان تجيب اللبس الجديد. كل حاجة في الدنيا مرصوصة في الفاترين بطريقة مزدحمة شوية لكن مبهجة، خصوصاً قرب موسم الأعياد. وكل سنة وانتم طيبين. زي حضرتك يا عم جم. الله يسلمك. اخبارك ايه؟ الحمد لله الحمد لله. انت ماسك اني مرحله في صناعه الجزمه دلوقتي؟ دي المرحله الاولى بالنسبه للوش. يعني انت خدت الوش وبعدين بتشده بقى على القالب. بالظبط كده. القالب اللي مع حضرتك ده مقاس لازم بقى الباطس ده الاول، ده الاساس. الباطس اسمه باطس، ده الاساس اللي هو ده. ده بس ده ليه برضو شكل. يعني مش كده. لا 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 ده برضو. ده بيتركب وبعدين ارجع تاني ايه اشد. وريني كده يا عم جمعه، اللي تقريبا خلصانه دي ولا لسه؟ دي لسه هكملها. بس مشدوده إيه؟ كده القالب مشدود. أيوه. على الباطس اللي هو ده بس مشدوده شكلها حلو قوي يا عم. الله يخليك. وبعد كده يجي النعل بقى هنا. بالظبط. وتتخيط بقى ازاي بالنعل؟ لا ما تتخيطش. تتخيط تتلزق بس؟ بتتلزق بس وبتتخلع شديده حديد. ما يتفك لو لا كلها فيها ثلاث مراحل. كلها ثلاث مراحل؟ في كلها شديده اللي هي بتاعت النعل يمكن تفك، وبتخش المكبس هنا تتكبس. بتخش مكبس بعد بتخش مكبس. المكبس بيروح ايه؟
قافلها كلها على بعضيها وتبقى زي الحديد. بقالك كم سنه شغال الشغلانه دي يا عم؟ بقالي حوالي يمكن اقول لك 60 سنه 70 سنه. 60 سنه؟ اه والله من المدرسه، انا من المدرسه وانا صغير ووالدي توفى ورحت داخل الصنعه دي. فضلت فيها لحد ما دلوقتي. مع نفس الناس مع ابو العينين؟ لا مع ناس تانية بس انا بقيت اتردد على الورشه وارجع تاني. بس انا اساسا قعدت هنا مسافه طويله. جيت هنا امتى؟ جيت هنا وانا عندي 12 سنه. عيالك حد اشتغل نفس الصنعه دي؟ كانوا هم صغيرين، انما دلوقتي بقى توظفوا. يعني شغالين. هم صغيرين اتعلموا الصنعه. اه شغالين بقى فيها ادويه وحاجات زي كده حاليا دلوقتي. ولا انما البنات اتجوزوا، انا عندي 5 عيال. ما شاء الله. عندي 3 بنات وعندي ولدين. الولدين شغالين في معهد ادويه. علمتهم يا عم؟ كلهم معاهم شهادات، كلهم البنات والصبيان. انت تعرف تقرا وتكتب يا عم جو؟ تعرف. ما تضحكش عليك. ما انت قلت لي انك خرجت من الاول. انا كل شقايا كان لاولادي. علمتهم ومعاهم شهادات واشتغلوا بالشهادات ومية مية. بس كلك علم وصنعه يعني. الراجل اللي يطلع حاجه حلوه كده. الله يخليك. يبقى باشا استا باشا. الله يخليك، ربنا يكرمك. ميرسي يا عم جمعه قوي. انا هكمل بقى مراحل التصنيع. يا ربنا يديك الصحه. شكرا يا عم. الله يخليك. خالد بيه، حبيت الصنعه دي ولا مجرد اشتغلت فيها عشان والدك كان بيشتغل؟ حبيتها. حبيتها. قال لي لو عاوز. قلت له حبها. قال لي بس ما يعني لازم تمشي فيها. فاول ما دخلت كنت باخد فرده القالب البيت واقعد ارسم. بس لسه كان ترسم على القالب يا خالد؟ برسم على القالب. وكل ديزاينرز الجزم لازم يرسموا على القالب؟ لازم ترسم على القالب عشان يطلع الباترون منها ويعمله. فحضرتك اللي انت بتعرف تطلع باترونات؟ ما هي دي كلها دي حاجات دي بطلع الورقه دي كده اهو. الاول بتحط على القالب كده اهوت. كده اهوت كده مظبوطه. يعني انت الاول بتبقى فارد كلكة على القالب؟ لا ورقه تاني. ورقه اللزق ده بتلزق على القالب. بتلزق كده اهوت. بقعد الزق فيه كتير. بس في تالع بكرة عريضه. ايوه عارفه ده تيب يسموه تيب النقاش. ايوه. اقعد الزق كده اهوت. وبعدين لغاية. تعمله بالكتر بقى ولا ترسم عليه؟ برسم الاول بالقلم. برسم الاول بالقلم هنا. وتطلع الصوره عليها. اروح مفرغ بقى بالسكينه. بفرغ بالسكينه الرسمه. افرغ اللي بره. بيبقى معاك حاجه؟ بيبقى معايا حاجه. تحب ترسم على قالب مقاس ايه؟ بس بحب انا ال 39. ال 39 اللي هو معظم الناس. ليه بقى؟ لما اعمل 37 قليل الاول لما الاقيك، يعني ال 8 وال 9 هو اللي بيبقى دارج اكتر. فلما بعمل العينات بعملها 9. عشان بتيجي زبونه تقول لي ايه؟ انت دي حلوه قوي بس عاوزه فيها حته، عاوز ترجع ورا، عاوزه تزيد من هنا، عاوزه الوش يكبر. كل ده برضك المقاس عليه اهتمام جدا عشان الموديل يبان فيه. خالد بيه، انا سمعت ان انت عملت جزم للشيخ الشعراوي، صحيح؟ الشيخ عملت له جزم تعبان. جزم تعبان؟ كلها تعبان. يقول لي اعمل لي. بيحب الجزم التعبان الله يرحمه. يقول لي انا عاوز البس جزمه تعبان حلو. اقول له عاوز الون. قال لي يقول لي اعمل لي الالوان كلها. الالوان كلها ليه؟ هو على الجلاليب بقى. على الوان كل جلابيه. شوف العياقه، كل جلابيه بجد. حلو. بس انا بصراحه كان راجل ايه. الفرجه على حضرتك وانت بترص الحاجه متعه من كتر ما انت مبتسم ومبسوط من اللي انت بتعمله. لما كل ما بحبها بديها اكتر في الحاجات دي. طبعا امسك حته جلد اعملها حلوه، البطانه، المكنه، اشدها على القالب. يعني انا اللي منظم القالب ده كده. القالب بتاعها لو تشوف القالب بتاعها الساده خالص، كل ده رجليها عليها. وعملت لها بروفا وقست وقالت لي 100 100. شكرا يا خالد. شكرا. الله يسلمك. مع السلامه. جوله جميله جدا 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 يا امين بيه. شرفتينا والله. فخدت فكرة عن المصنع بقى، شفت ال لا أنا أولا هفصل جزم بعد كده عندكم عشان الجزم مريحة جدا وجميلة جدا. وأنا قديمة في طبعي، فأنا عايزة الموديلات الكلاسيكية دي بحبها جدا جدا. لا هتنبس إن شاء الله. لا هنبسط خالص. وبعدين اهتميت كمان إن حضرتك قلت لي إن أنت بتحب تعلم،
فمثلا أيوة. لو في براند جديد عايز يصنع عند حضرتك هل ده لا حاجه؟ لا دي فرصه طبعا كويسه. اللي عايز يتعلم عندي بديله فرصه. ايوه طبعا. اي واحد اي طالب ساعات بيجي لي كتير قوي عشان اعلمه بيبقى عايز يكمل المشروع بتاعه بيكمله عندي. اشمعنى بيجي لحضرتك عشان الموضوع ده؟ يعني اشمعنى بيبقى قايلينه في المدرسه يروح للحته الفلانيه لبابل؟ اه عشان عندهم خبره ولا عندهم قوالب كتير؟ لا غير كده بيبقى متقبلين ان انا اعلمه. انت ما عندكش مانع ان ما عنديش مانع لا فبيجي لي. انتوا قسمتوا الشغل بينكم ازاي يا امين بيه؟ يعني انا حسيت ان انت مخك بيزنس وتجاري، ولما قابلت اخوات حضرتك حسيت ان حد ليه قوي في الصنعه وحد أوه. ليه قوي في ازاي الاسمه دي جت منين؟ والله احنا كنا شغالين اول كلنا في مهنه واحده، يعني كلنا كنا بنشتغل جوه المصنع، مفيش اداره، الاداره كانت مع والدي. بس لما جينا بقى لقينا كل واحد عايز يشتغل، فوالدي بقى الله يرحمه انت تمسك الاداره وانت تمسك التشغيل وانت تطلع الموديلات، هو اللي قسمكم على تفصيل. حسب ما عينه شايفه مين أيوه موجود في ايه. ايوه بالظبط، هو اللي وزعنا. امين بنت عند حضرتك ولاد؟ عندي ولاد اه الحمد لله. عندك كام طفل او عندي مش طفل؟ اكيد رجاله يعني. بس ايوه رجاله الحمد لله الحمد لله. وعندي احفاد. الله ما شاء الله ما شاء الله. مين ولادك يا امين بنت؟ محمد وعمر. عندك ولدين؟ سهيل واسلام كبار. عندك أربع صبيان. محدش منهم خالص غوى المهنة؟ لا والله لا، هم اشتغلوا ساعدوني شوية في الأول بس بعد كده ما كملوش. اشتغلوا بره. اشتغلوا حاجات تانية. ومن ولاد اخوات حضرتك حد منهم بيشتغل معاك؟ لا ما حدش بيشتغل معنا خالص. طب وبعدين؟ هو جه بس الأنسة نهى ديت اللي هي بنت أختي. بنت أختي هي اللي غاوية. هي غاوية بقى لها سنتين معنا والحمد لله ماشيه كويس جدا. طب وهنعمل ايه؟ ما احنا لازم نشجع شويه من الشباب. لا بيه هي هتكمل ان شاء الله. هتكمل. علشان ما تنساناش زي ما احنا مش هننسى حضرتك. ايوه. كل مره في زميله لينا اسمها ساره بتعمل بورتريه للضيف اللي احنا بنقابله وبنسيبه له تذكار. ميرسي يا ساره. شكرا يا ساره. ميرسي يا ساره. جميله. ميرسي يا امين بيه. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. جميله جدا والله. علمتنا حاجات كويسه وفرجتنا حاجات جميله. وبالتوفيق ومستقبل باهر لحضرتك ولاخواتك وللاولاد ولكل عائله بابل. الله يخليك. شرفتونا والله. ميرسي ميرسي يا فندم. ميرسي يا فندم. الاحذيه مقاسات والوان، دور على اللي عليك هتليه، لا تبقى وسعتوه فيها ولا تاخد اللي عليك هتديه. اللي تجيبها عشان بدلة، واللي تريح في التمرين، واللي بتتحمل وتعيش وتمشي بيها سنين وسنين، اللي تنحل نعلها من المشي، واللي تدوبها الدنيا أول ما تقعد وتقيسها تعرفها من أول ثانية.